خلونا دلوقتي نستقبل اتصال من المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية. صباح الورد عليك يا باشمهندس. صباح الخير يا كريم. صباح الخير يا ياسمين. أولا يا باشمهندس، يعني عايزين نعرف يعني إيه مدينة بالجيل الرابع أو من الجيل الرابع، وإيه الإضافة اللي هي ممكن تضيفها للمشروعات القومية والتنمية؟ مدينة من الجيل الرابع، إحنا المدن الجديدة ابتدت في مصر من سنة 79، يعني هيئة المجتمعات العمرانية تم إنشائها في سنة 79. المدن الجديده قامت على عدد اجيال، يعني سنه 79 كان في بعض المدن لحد ما وصلنا للجيل الرابع اللي هي المدن الحاليه زي العاصمه الاداريه والمنصوره الجديده. عندنا حوالي 14 مدينه بيتميزوا ان هم دي باكوره المدن الذكيه، يعني عندنا العاصمه الاداريه مدينه ذكيه، وعندنا المنصوره والعلمين من المدن الذكيه اللي هي بيبقى فيها مباني للاداره والتحكم، ويبقى فيها كل حاجه بتحصل بعد كده عن طريق الابلكيشن، الامن، الاعمده في الشوارع بتبقى اعمده ذكيه فيها الكاميرات راكبه من اول يوم، فيها الواي فاي. يعني هي دي احد المميزات للجيل الرابع. لو بنتكلم على العلمين عامه، العلمين تعتبر اول مدينه مخططه على ساحل البحر المتوسط، يعني هي تضاهي يعني اسكندريه في الواجهه البحريه بتاعتها، حوالي واجهه بحريه 14 كيلو زيها زي اسكندريه تقريبا. امبارح كان في جوله لدوله الرئيس لمتابعه المشروعات كالعاده في مدينه العلمين. طيب المخطط الزمني للاعمال الجاريه حاليا في المدينه يا فندم؟ طبعا يعني كمدينه طبعا ما اقدرش اقول في موعد لنهايه التنميه في مدينه، يعني تنميه مستمره. احنا في عندنا مراحل للمدينه، احنا شغالين في المرحله الاولى النهارده في العلمين فما يقرب من حوالي 20,000 فدان. هي المدينه يعني تطورت، هي كانت الاول 50,000 فدان، وبعدين بعد كده تم اضافه مساحات بقت حوالي 100-120,000 فدان. فاحنا كنا شغالين في المرحله الاولى اللي هي تمثل حوالي 20,000 فدان في المدينه. شبنا كل المرافق الحاليه، الحمد لله احنا انتهينا من محطه التحليه 150,000 متر مكعب ميه مرحله اولى، محطه محولات الكهرباء، وعملنا تقويات لمحطه قائمه في العالمين وفي الميناء الحمراء عشان نغذي المدينه بالكهرباء، في محطه المعالجه الثلاثيه النهارده بتخلص عشان تتم استفاده منها، طبعا مع كل الشبكات اللي موجوده في هذه المرحله كلها جاهزه بالكامل. طب باشمهندس، يعني ايه اهم الاستثمارات اللي تقدر مدينه ساحليه زي مدينه العالمين الجديده دي ان هي تجذبها لمصر، وازاي تقدر كمان تساهم في مساله جذب السياحه يعني؟ طبعا هي مدينه العالمين مدينه ساحليه، احنا مخططين لانها تبقى مدينه زي ما بيسموها ديستنيش او منطقه سياحيه كامله. زي ما انا قلت احنا عندنا 14 كيلو واجهه بحريه على البحر، احنا ابتدينا في 7 كيلو المخططين ان هم يبقى ليهم اللي مبني فيهم حاليا الابراج والمناطق السكنيه. ال 7 كيلو الاخرى دي احنا مخططين لهم ان احنا نبني حوالي 10,000 غرفه فندقيه عشان تبقى منطقه سياحيه، مع التطوير اللي حصل في مطار العالمين بحيث انها تبقى زيها زي شرم الشيخ زي الغردقه. الجو في الساحل الشمالي الجو كويس جدا على مدى 10 اشهر في السنه او يمكن اكتر، وبالتالي هتبقى منطقه جذب سياحي. طبعا الاستثمارات اهم حاجه طبعا فكره ان انت تبقى مجهز البنيه الاساسيه، يعني زي ما قلت المرافق والبنيه الاساسيه النهارده بقت جاهزه. احنا طرحنا بعض الاراضي ودخلنا في مشاركات مع بعض الاراضي مع مستثمرين سواء مصريين او غير مصريين، وفي نفس الوقت حطينا بعض الاستثمارات في قطاع الاسكان. يمكن زي ما حضرتك شفتوا الابراج اللي موجوده حاليا اتباعت تقريبا بالكامل، 90% منها اتباع لما تم طرحها. عندنا كومباوند سكني حوالي 700 فدان لما تم الاعلان عنه تقريبا برضه اتباع. فكل هذه استثمارات بتقدر تضخ تاني في المدينه عشان نستقبل الاعمال اللي فيها. بنشكرك طبعا، شكرا جزيلا المهندس خالد عباس نائب وزير الاسكان. شفت يا كريم قد ايه المدينه جميله ومتطوره قوي، وقد ايه هتعمل فرق كبير هناك؟ اكيد طبعا، ويعني اي حد بيبقى طالع على طريق الساحل كمان بيبقى شايف يعني بيشوف الابراج. ويمكن حاجه كمان مهمه لازم نقولها، انه دلوقتي في يعني شغل بيتعمل على الطريق الساحلي ده بيتجدد من اول وجديد، بيتعمل يعني خلاص اعتقد انه فعلا خلاص يعني اي حد هيبقى رايح الساحل السنه دي الطريق ده خلاص، لانه كان يمكن الطريق ده كان شويه محتاج فعلا ان هو يتم ترميمه يعني. فبالفعل يعني الدوله قامت بترميمه وبقى سيف جدا، الحته دي بقت يعني مختلفه خالص عن قبل جدا ومتطور جدا.